yeah. But however, it is part of the ecosystem. And if you're thinking about it, if you a company want to go into e-commerce, لازم تبتدي تفكر هو ايه الاستراتيجي. انا بخش ليه الاي-كوميرس, ولو انا عندي ريتيل بريزنس هعمل هوصلهم ببعض ازاي, which is the omni channel. Yeah. هل انا ممكن يكون الترافيك عندي قليل دلوقتي في الريتيل علشان انا مش مظبط الاكسبيرينس, مش عامل تدريب كويس للفيس تو فيس بيبل مثلا السيلز بيبل؟ هل في اوبورتيونيتي ان انا ازود الترافيك واجيب الفوليوم ده بدل ما اخش في حاجه انا لسه مش فاهمها واخدها بالراحه بالراحه اخش في الاي كوميرس, ولا لا انا اخش بدراعي وبيس وكل حاجه يعني. This is the kind of dialogue اللي should have happened. بس لقيت examples كتيرة الناس ايه دخلت كده ويعني يلا قشطة الستايل ده يعني. عندك مثلا الـ e-commerce person ده يعني هو ده بيقعد فين في الorganization؟ لحد النهاردة الناس مش عارفين هو stand alone ولا هو مع السيلز ولا هو, لاحظ ان هو الرول بتاعه بيشتغل مع الماركتينج والسيلز والسبلاي تشين والاي ريتيلرز, واشتغل مع السوشيال ميديا. ده راجل يعني كل الاتجاهات. طب الراجل ده هيريبورت لمين؟ اوكي, لحد النهارده احنا مش عارفين البيست براكتس. يا لان اي لينك من دول وقعت منه يور ان ترابل. ده ريسيرش اتعمل جلوبالي. الناس اللي هم في الشيفت تو اي كوميرس النهارده بيفكروا ايه اهميه ايه اهم الكي بي ايز ذات يو وان تو لوك ات. اول حاجه طبعا السيملس اكسبيرينس اونلاين. يعني ما ينفعش ان انا لا عارف ابص على الديتيلز بتاعت الاس كيو, ولما بخش اعمل تشيك اوت بيحصل مشكله, عندي اسئله مثلا عن الوارنتي ما هيش موجوده, الديتيلز ما هيش كومبليت, في حاجات كده بتبقى واقعه. اوكي, تاني حاجه increasing the number of, دي again اللي هو دي تو سي, انا عايز more people more channels for me to sell online. عندي الحته بتاع this is an investment in technology, ازاي حرام ده داتا. اوكي, احنا طبعا عندنا دلوقتي wealth of data, الناس اللي عندها physical stores عندهم customer data, وعندك الـ e-commerce هل في interaction ما بينهم. احنا عارفين برضو انه لو تتبعت الكاستمر جيرني في سيكتورز كتيره قوي, الناس ممكن ان انا اتشيك اونلاين في الـ e-retailer, وليتس سي انا بشتري خلاط, ماشي, دخلت على امازون سوق, ودخلت على مولينكس, ودخلت على تورنيدو انتوا عندكم مش خلاط مش كده, ولقيت السبيكس وغالبا كده ده شكله كويس, بس انا مش عارفه طب هو بلاستيك طب هو تقيل, عايزه اشوفه. رحت بي تك بصيت عليه ما عجبنيش السيرفيس ولا كاستمر اكسبيرينس في بي تك, رحت اشتريته اونلاين. السويتش دي happening all the time فيما عدا حاجات قليله قوي. يعني الميك اب one of the things, الميك اب والكريمز بالنسبه لوريال عاليه قوي, انه في حاجات ستاندرد الستات بتستعملها. سو انا عارفه هو ده نوع الكريم بتاعي, مش ام لايك ستوكينج اب, انا في المطبخ ام ستوكينج اب زيت وسمنه مش عارفه انا عارفه ده 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 خلاص. لكن لو مثلا younger and you want to experiment, لا انا want to go to the store واشوف واجرب, والبنت تقعد تتناقش معايا ومش عارفه ايه. فالبيهيفير shopper behavior is different and it varies from one channel to the other and gives you the question is هل انا قادر اعرف اللينك ما بين الناس دي؟ لحد دلوقتي it's very difficult. It's one of the top reasons people are struggling with e-commerce. And if you're in e-commerce, you need to realize انه you'll make decisions about brand, price, packaging, supply chain. دول اهم اربع حاجات. We touched on pricing now. One of the things مثلا من pricing هو انهي SKU, لو انت بتعمل promotion, انهي SKUs هتنزل عليها promotion, وهل هي نفسها اللي هتبقى online versus offline. لان في perception ان الـ e-commerce by default is cheaper. It's perception. Yeah? However, you need to moderate this. لازم تعرف هو انا همانج البرايسنج ما بين التو شانلز دول وفي البرودكت لاينز بتاعتي والبورتفوليو ازاي.